لما اتكلم ان احنا جيش القدس وجيش ونتكلم عن معركه الوعد الاخره لا نتكلم فيها لاننا سنحرر ارضنا فقط. 510 مليون كيلو متر مربع وهي مساحه الكره الارضيه سوف تعيش حاله لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانه ولا صهيونيه ولا مسيحيه غادره. اليوم أنت تستطيع أن تقول أننا وصلنا إلى حالة الردع والدفاع عن الأرض المحتلة. لما نتكلم أن إحنا جيش القدس وجيش ونتكلم عن معركة الوعد الآخرة لا نتكلم فيها لأننا سنحرر أرضنا فقط، ولكن لأننا نؤمن بأن ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال زوى الله تعالى لي الدنيا وفي لفظ آخر الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أن 510 مليون كيلو متر مربع وهي مساحة الكرة الأرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة ولا صهيونية ولا مسيحية غادرة ولا قتل بهذه بحجم هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي في كل الدول العربية. אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש.